أسامة وهو شاهد عيان من التحرير. أسامة مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا أسامة. لا يا فندم، انا اسامه محجوب. حضرتك سواق تاكسي؟ ايوه. انا حضرتك نازل دلوقتي من على كوبري 6 اكتوبر في اتجاه شارع رمسيس. ايوه. فشايف مجموعه كبيره غالبا بلطجيه، يعني ماسكين سلاح ابيض وشوم وبيحدفوا طوب على المتظاهرين في ميدان التحرير. فانا حضرتك بقدم بلاغ رسمي دلوقتي. فين بالظبط دلوقتي؟ يعني انت بالظبط، انت قول لي بالظبط مكانك. انت بتتكلم على شارع عبد المنعم رياض او ميدان عبد المنعم رياض، مش كده؟ ايوه يا فندم. عندي تمثال حضرتك الشهيد عبد المنعم رياض. في بالظبط، يبقى ميدان عبد المنعم رياض. حضرتك فين بالظبط؟ ايوه يا فندم، انا نازل على كوبري اكتوبر. انا في معروف دلوقتي حاليا، انا واقف بالعربيه. حضرتك في معروف؟ انت في معروف، فبالتالي انت في اتجاهك شفت يعني شفت ايه بالظبط؟ غالبا هم مجموعه بلطجيه، شباب شكلهم غريب كده وماسكين سلاح حضرتك وبيحدفوا طوب بشكل عشوائي كده على العربيات وعلى المتظاهرين في ميدان التحرير. وانت قدرت تشوفهم من الطريق؟ أيوة، يقدر يتحقق من؟ انا حضرتك بالعربيه فوق الكوبري. مجموعه ناس كتير واقفه هناك بتتفرج تقريبا يعني. طب استنى اسامه. يا استاذ اسامه. ايوه يا فندم. حضرتك يعني انت طبعا لو قدامنا على الشاشه او بتعدي في ميدان التحرير بشكل مستمر تقدر تعرف انه التمركز الرئيسي للثوار والمتظاهرين في التحرير بعيد شويتين عن منطقه عبد المنعم رياض. هم جوه فعلا، بس جوه قوي، مش جوه بس، جوه قوي. ده تحت الكوبري حضرتك عند الساعه بتاعت الانتظار. يعني كانوا بيتحركوا، ابتدوا يتحركوا يدخلوا ميدان التحرير ولا في احتكوا بحد بره؟ وبره انا عارف مفيش ثوار. بره حضرتك، بره في دار المتحف المصري كده. قصاد المتحف، يعني هم بيتحركوا دلوقتي. ايوه يا فندم. طيب انا بس حضرتك، انا خوفا بس على اشكرك. لا اشكرك حضرتك ان الموضوع يكبر بس. طبعا طبعا. صحيح. اشكرك يا اسامه، شاهد عيان من التحرير. نتمنى ان التحقق، اكيد الشرطه العسكريه موجوده هناك يا جماعه. معلش الموضوع صعب شويه، فمحتاجين برضو ان احنا نتاكد ان المنطقه امنه، وان لو في بلطجيه نلمهم. يعني ما فيش حد، غالبا هي خلافات ما بين الباعه الجائلين وبين زي ما سمعنا من الاول. فيعني نحاول ان احنا نفض هذه القضية قبل ان تتفاقم.